السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده يا حبايبي مع بعضينا كده هنعمل بسكوت اللي هو بالبرتقال. محتاجين نص كوب سكر بودرة، اللي عايز سكر خالص يحط، انا بحب السكر البودرة. وعندي هنا فانيليا وربع او نص معلقة قشر برتقال، وبيكنج باودر معلقة، وعندي عصير برتقال كوباية، وزيت كوب زيت، وحبة الملح، واتنين دقيق. هنعمل مع بعضنا الأول سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. السكر الناعم، وعليه مقدار الزيت بتاعنا، نص كوباية سكر ونص كوباية ونص زيت. كوباية زيت يا جماعة بنفس المقدار، هو هنقلبه ونرجع لكم. هنقلب ونرجع. الفانيليا وقشر البرتقال عشان يدوا طعم حلو للحاجة بتاعتنا. حط كوبايتين الدقيق يا جماعة بعد الحاجات دي، وبرضو بنقلبهم مع بعض. ومعاهم الأول رشة الملح بتاعتنا، بيكنج باودر، رشة بسيطة، والبيكنج باودر المعلقة اللي احنا، ونقلبهم برضو مع بعض. طبعا هما مش هيتقلبوا جامد قوي الا لما نحط لهم البرتقال بتاعتنا، عشان البرتقال هو اللي هيمشي الخليط. يعني نحتاج نص حسب العجينة كوباية. احنا هناخد نص الاول، حبة حبة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنرجع لكم تاني يا جماعة. يا جماعة بعد ما حطينا البكونات اللي شفتوها معانا، لمت عجينتنا. بص شكلها طرية ازاي، ملمس طري وجميل اهي. بص يا حبايبي، طرية وهي ما بتتعجنش طبعا، هي بس بتتلم، واتلمت وبقت جميلة. ماشي، رجعنا لكم تاني يا حبايبنا. اهي العجينة ارتاحت شوية، ارتاحت حبة، وبنفردها بايدينا كده على قد ما نقدر. عشان ده بسكوت لازم يبقوا خفيف رفيع، يعني السمك بتاعه كويس كده رفيع، عشان ايه لسه هيطلع تاني عشان فيه بيكنج باودر. المعلقه اللي احنا حاطينها مع بعض دي يا جماعه نقطع مع بعضينا اهو. الحتت الزياده دي نحطوها عندنا، نخرج لنا العجينة. ماشي، بعد كده بنيجي بقى اهي، هتبقى زي بسكوت الشاي. دي هناخدهم عشان ايه، بس هي دي بس اللي هنخليها لسه برضه يا جماعة. بصوا لسه كمان ايه، هنعمل لها الحاجات بتاعتها بس هنخلصها. شايفه دي تخينة جدا، مش شايفين يا جماعة؟ نخلص لكم ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني يا حبايبنا. ادي البسكوت اهو خرج من الفرن بتاع الشاي. سامعين يا جماعة القرمشة؟ طعمه جميل، اكلنا منه بس صينية فاضية طبعا شوية، لان احنا بصراحة من جماله ما قدرناش ان احنا ايه نستنى عليه. طبعا كله بقى ياكل منه، شايفين مقرمش ازاي وجميل. جميل قوي. سامعين يا جماعة القرمشة بتاعته مع الشاي بقى، كوباية شاي بلبن او كوباية لبن للاطفال كده بيبقى جميل، وللكبار
جربوه بقى ومش هتندموا اللي انتوا عملتوه، لان هو فعلا جميل. تعمل برتقال بقى فيه تحفة. جميل.